قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، بإذن ربنا، وسراجا منيرا. اللي يمشي ورا النبي ده إيه؟ ده ماسك النور، نور، ماشي منور. والله لأنه معاه السندة. عارفين الطرق اللي فيها عمدان نور وانت ماشي على الصحراوي كده، او تمشي في اي طريق ايا كان، في عمدان نور. لان احنا عندنا في مصر في طرق كتير ما فيهاش عمدان نور، مش استخسار، لا، عشان خاطر مصر منورة باهلها مش اكتر، تمام؟ فده ما بيفرقش معانا. انما في طرق فيها عمدان نور، تبص كده حواليك الدنيا كلها ظلمة الا الطريق ده. هي دي السنه، هي دي السنه، ان الحياه كلها والله العظيم مظلمه الا الطريق ده، سراجا منيرا، مبشرا ونذيرا، داعيا الى الله باذنه. مش كده، ده باذن ربنا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ومش اي حد اللي علمه، ده مين اللي بيعلمه؟ علمه شديد القوة. شوف انت لما يجي واحد يقول لك انا تلميذ عند الشيخ فلان، ولا تلميذ عند الشيخ علان، ومشايخ افاضل فوق دماغنا كلهم، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيله الوحي من مين؟ من الله، من الله. الله، شوف بقى لما واحد يتعلم صلى الله عليه وسلم من الله، ولما يكون بواسطة يرسل مين؟ جبريل. أو إيه اللي يحصل؟ يطلعوا فوق في السماء السابعة عشان يتعلم برضو صلى الله عليه وسلم. جميل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت معلما ومربيا. جاي عشان خاطر يعلمنا ويربينا. أنا عارف طبعا إن احنا متربيين أحسن تربية، حلو، بس اللي بيتربى على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا، ده المتربي بجد، ده المتربي صراحة صلى الله عليه وسلم. Thank you.